السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا المشاهدين الكرام أينما كنتم. أزلف الله ونيتم هذه استماع بين الحكمة والشريعة أو بين الفلسفة والدين، وقد تكلمنا عن الروح والنفس والعقل. النفس والروح والعقل ثلاث أشياء، وهذه أشياء هي أشياء لا مادية. العقل والنفس والروح أشياء لا مادية، ولكي تعمل لا بد لها من الآلة التي تعمل فيها. يجب أن تكون هناك آلة تجمع هذه الثلاث لكي تعمل، والآلة هي الجسد. لا بد من الجسد لهذه الثلاث، وهو اتصال اللاماديات بالماديات. وهذه الآلة أو الجسد، سنتكلم عن المادة يعني بالمناسبة، أو الهيولة. الفلاسفة يتكلمون عن الهيولة وليس المادة، لأن الهيولة أو الهايل باليونانية هي المادة، والهيولة هي التي خلق منها الكون، خلق منها كل شيء في الكون، خلق من الهيولة وهي ثابتة وهي نفسها. سنتكلم عنها في حلقات مقبلة إن شاء الله، لا زال هناك مواضع شيقة ونحن نناقش فقط. يعني هذه معلومات بسيطة، معلومات بسيطة ويعني قليلة جدا. نحن إن شاء الله لماذا؟ إذا لم نبسط وإذا لم يعني نأخذ هذه السرعة هكذا يعني لن نفهم شيء. لماذا؟ يعني شيئا فشيئا إن شاء الله هذه المعلومات سنوسع في المعرفة، وسيفهم الناس في الأخير يعني قوة الفلسفة، وهي الوصول إلى المطلق أو الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الحلقة نحاول أن نجيب عن بعض الأسئلة التي تطرح دائما، وأنا يعني وعدتكم بأننا سنجيب عن هذه الأسئلة، لأن بعض الإخوة كتبوها في التعليق. يعني سؤال طويل لكن سنلخصه، هو السؤال فيه يعني سطور وسطور، لكن ومغزى: لماذا خلقنا الله؟ لماذا خلقنا؟ لماذا خلقنا الله ويعذبنا في هذه الدنيا؟ لماذا نخلق بدون أن نطلب من الله بأن يخلقنا ثم نعذب في هذه الدنيا ثم يحاسبنا يوم القيامة، والحياة كلها عذاب؟ يعني منذ أن يعني نزداد إلى أن نموت، حياة كلها يعني عذاب، يعني عليه مشاكل وألم وويلات ومصائب. نعم صحيح، هذا السؤال دائما يطرح، وهذه الأسئلة لا تطرح على الفلاسفة، لأن الفلاسفة لديهم الجواب. هل الله موجود؟ يعني هل دلائل النبوة؟ كيف استوى الله على العرش؟ يعني هذه الأسئلة لا تطرح على الفلاسفة، هذه تطرح دائما على الكلاميين، على جماعة الكلاميين أو الجدليين. من هم الكلاميون؟ هم الذين يرفضون استخدام العقل رفضا تاما مطلقا، ويأخذون بالنقل المطلق بدون تمحيص، بدون تحقيق، بدون يعني يأخذون بالنقل المطلق ويرفضون استخدام العقل، مثل يعني جماعة الأشاعرة. الأشاعرة مثلا يعني كلاميون، هم يرفضون استخدام العقل ويأخذون بالنقل المطلق. هذه يعني هما اللي نعتهم ابن رشد بالكهنوت وسماه الكهنوت الأشعري. لكن الفلاسفة لا يتكلمون عن الكهنوت، يتكلمون عن الكلاميين وعن كل شيء. فهذا السؤال يطرح على الكلاميين لأنهم لا يقدرون على الجواب، لأنهم لا يستخدمون العقل، وهذا الجواب ليس لديهم في النقل المطلق في كتبهم الخزعبلاتية، لأن الجواب دائما يكون من السيوطي ومن ابن كثير ومن القرطبي ومن عبد الله بن عباس ومن هذا، يعني من الدارقطني ومن الذهبي ومن الأسئلة من مالك ومن الشافعي، الأجوبة جاهزة، النقل المطلق، إنما أن يكون جواب من عنده هو يستخدم عقله ممنوع. ولذلك هذا السؤال يطرح على الكلاميين لإحراجهم ولتعريتهم ولفضح جهلهم. يعني لماذا خلقنا الله؟ وحتى أن هناك من يطرح السؤال بالتدقيق، يعني لما الله يعلم أن سيكون منا كافر ومؤمن، لماذا خلقنا؟ جواب، هذا سؤال يجب أن سؤال يعني الجواب يجب أن يكون هناك جواب. فالله سبحانه وتعالى خلقنا في هذا الكون بشيئين مهمين: أولا حجة علينا بأن هيئ الكون بكل ما فيه،
يعني كل ما نحتاجه موجود. هذه الأولى، لأن الإنسان في هذا الكون لا ينقصه أي شيء. ثم أعطانا العقل والإرادة، خلق لك كل شيء ثم أعطاك العقل والإرادة. العقل مهم جدا. فلما نقول العقل، إما أن تتصرف خطأ أو تتصرف يعني صح. فإذا وقع لك مشكل وتعذبت فلأنك لم تتصرف صح، لأنك أخطأت، لأن هناك خطأ. فالله سبحانه وتعالى لم يخلقنا مؤمنين وكافرين، لم يخلق المؤمن والكافر. الله خلقنا لكن تفرقنا مؤمن وكافر. فالفلسفة تقول بأن هذه المادة لا بد وأن تتحرك بالفعل. المادة هناك فعل يحركها، لا بد للمادة أن تتفاعل وتتحرك لتعطي صورة معينة، لأن العقل المنفعل، هناك العقل الفاعل، لا بد وأن يحرك العقل المنفعل لتكون نتيجة، لتكون حركة في الكون. هذا من الناحية الفلسفية. لا يمكن أن لا يكون خلق، لا يمكن أن لا يكون خلق، لا يمكن أن يكون ليس هناك. بما أن العالم موجود مخلوق، فلماذا لا يخلق الإنسان؟ سؤال في الفلسفة، يعني جواب بالسؤال، لماذا لا يخلق الإنسان؟ بمعنى إذا كان كل شيء لديك متوفر، عندك ورشة فيها آلات، فيها قطع غيار، وعندك عقل اخترعتها، فلماذا لا تصنع السيارة؟ لماذا صنعت السيارة؟ إذن لماذا صنعت الحاسوب؟ لماذا صنعت الطائرة؟ لماذا صنعت المضخة؟ لماذا صنعت آلة التي تغسل تياب؟ لماذا خلقنا؟ ولماذا أنت صنعت الآلة؟ كان لابد أن تصنع الآلة. لماذا؟ لأن لديك كل شيء لتصنع، لتخلق. فالله كان لديه كل شيء ليخلق، خلقنا. يعني إحنا عليه مهم، أنا لا أريد أن أتعمق وإلا سندخل في الصانع والمصنوع ثم صنع شيء. فالجواب عن هذا السؤال، الجواب هو لماذا خلقنا الله؟ وأنا أقول لماذا لا يخلقنا الله؟ لأنه عنده القدرة، ولأنه عنده كل شيء، لأنه عنده المادة، ولأنه عنده في علمه أشياء يخلقنا يعني بسهولة، فلماذا لا يخلقنا؟ لماذا لا يخلقنا؟ هذه من الناحية الفلسفية. سنعود إلى القرآن. فلماذا خلقنا الله؟ أنا أقول لماذا لا يخلقنا؟ يعني لماذا أنت صنعت السيارة؟ إذن لماذا صنعت الحاسوب؟ لماذا صنعت الهاتف الجوال؟ لماذا يعني لماذا صنعت الآلات؟ لماذا صنعتها؟ لماذا خلقنا الله؟ ولماذا أنت صنعت السيارة؟ يعني لا بد للمادة أن تأخذ صورة، لا بد للعقل الفاعل أن يتعامل، أن يتصل بالعقل المنفعل لكي يكون هناك حركة، وهي حركة المادة، حركة المادة. ولذلك علي كنت سأنتظر حتى ندرس المادة والهيولة يعني نفهم أحسن، لكن علي لدينا معلومات نجيب بها، ليس جوابا، أنا قلت نحاول أن نجيب ليفهم الناس كيف تتعامل الفلسفة مع السؤال. فمن هذا الكلاميين من المستحيل أن يجيبوا عن هذا السؤال. سيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا سؤال ملحدين، ولماذا يسأل في خلق الله؟ والله يقول لا يسأل عما يفعل و هكذا سيردون عليه. قالوا هذا ابن تيمية سألوا عن استواء الله على العرش، كيف استوى؟ فقال يعني هو مالك الشافعي كل من نفس الجواب. فقال السؤال الاستواء معلوم، كيف معلوم؟ كيف تقول لي معلوم؟ فين شفتيه انت؟ شفتيه مستوي على العرش؟ الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. هذا الكلخوت، هذا الكهنوت يقول لك ممنوع السؤال عنه بدعة، يعني ممنوع تسأل، يعني بطل العقل وبطل السببية. لماذا خلقنا الله؟ لأن الفلاسفة يرفضون أن تعطل العقل، ويرفضون أن تعطل أو تنكر الأسباب. لماذا؟ لأن لا يمكن أن لا تكون علاقات بين المادة، لا يمكن،
السبب لابد منه، لأن السبب هو العلاقة الأشياء. يعني مثلا النبات عنده علاقة بالماء، والحيوان عنده علاقة بالنبات وعنده علاقة بالماء، والماء يعني والنبات عنده علاقة بالجراثيم وبالتربة، وعنده علاقة بالكيمياء، وعنده علاقة بالهواء ثاني أكسيد الكربون. كيف يمكن أن تبطل يعني السبب؟ يعني لا يمكن، السببية لا يمكن أن تبطل. فهذا الكلام يعني ينكرون السببية. ابن تيمية ينكر السببية، مبدأ السببية، وينكر ويعطل العقل، شيء خطير. هذه فلسفة. ماذا يقول القرآن؟ القرآن يقول هو الذي خلقكم، هو الذي خلقكم، فمنكم كافر، منكم مؤمن، ومنكم كافر. ليس خلقكم مؤمن وكافر، لا، الله خلقكم ثم سيكون منكم مؤمن وسيكون منكم كافر. لماذا؟ لأن هذه الأشياء ترجع إلى الإنسان، ترجع إلى الإنسان وليس إلى الله. أنك تكون مؤمن أو كافر ترجع تعود إليك، أن لديك عقل ولديك إرادة ولديك كل شيء في الكون، تستخدم عقلك لتصل إلى الخالق. لماذا لا تكون مؤمن؟ لا تستخدم عقلك أو تنكر الحقيقة. هذا في استخدام العقل تكون كافر. معنى كافر، كافر أنك يعني تنكر وجود الله فقط، لا يعني لا تريد بعقلك أن تصل إلى الله. فيعني هذه الآية الأولى. الآية الثانية حين أن الله سبحانه وتعالى يقول حتى قبل الخلق، بدأ من الأول، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل، سبيل الحياة هذاك الله، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني مسؤولية الإنسان ليس مسؤولية الله. ليس الله هو الذي جعلك كافر، ليس الله هو الذي جعلك مؤمن. الله سبحانه وتعالى، إنا هديناه السبيل، خلقنا من نطفة أمشاج، بدأ من الأول، من الهيولة، من المادة الهيولة، فمنكم مؤمن ومنكم كافر. هذه في الآية الثانية، إن هذا الإنسان، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أعطانا الأدوات اللي نتعلم بها والحكمة، كذلك علمنا الحكمة، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. مسؤولية الإنسان في الإيمان والكفر فهو يعود إلى الإنسان ولا يعود إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا السؤال هذا من المستحيل أن يجيب عنه الكهنوت. لماذا خلقنا الله في هذا الكون؟ لماذا لا يخلقنا وكل شيء موجود؟ لماذا لا يخلقنا؟ ثم يقول لماذا نتعذب في الدنيا؟ لأن العذاب في الدنيا هو من خطأ الإنسان. ولماذا لا تتعذب؟ لماذا لا تتعذب؟ السؤال في الفلسفة مهم يا إخواننا. نعيش يقول لكم لماذا أتعذب ولماذا لا تتعذب؟ طيب نفهمه كلنا جميعا. إذا خلقت بقصر فوق الأنهار وعندك ثمار الجنة فيه وعندك كل شيء ولا تحرك حتى يديك، هناك ملائكة يلبسوك وملائكة يوكلوك ولا تعمل أي شيء وتعيش في هذا القصر فوق الماء في الدنيا، في الدنيا، هل ستقدر على الحياة 70 سنة بهذه الطريقة؟ فكر بعقلك، هل ستقدر على هذه الروتينية، هذه النمطية 70 سنة أنك لا تعمل شيئا؟ وإلا الحركات الدنيوية التي تؤلمك كذلك مهمة. لماذا؟ لأن لا بد من المتناقضات، لا بد من المتضادات. ويعني هذا ابن رشد يقول لا بد من المتضادات في الدنيا. فالإنسان فيه متضادات، هو كله متضادات، في الصحة والمرض، في الحزن والفرح، في البكاء والضحك، في العلم والجهل، شيء المتضاد فيها يعني متضادات في يعني في الجسم. لماذا لا يكون يعني فرح وحزن، علم وجهل، في ضحك وبكاء، فيه يعني حتى نوم وصحوة، فيه كله متضادات. لماذا؟ لأن هذه تكسر نمطية العيش،
لكي تحس بالحياة لا يمكن أن لا تسقط على الأرض، لا يمكن أن لا تجوع، لا يمكن أن لا تعطش، لا يمكن أن لا تمرض. هذه نقول ولماذا يعني لماذا يعذبنا الله ولماذا لا يعذبنا؟ ليس الله هو الذي يعذبنا، نحن نتعذب لوحدنا. الله لا يعذبنا في الدنيا إلا الأقوام التي الله سبحانه وتعالى عذبها لأنها خرجت عن الشرع، هذا شيء آخر، مثل عاد وتمود وقوم تبع ويعني هذو كلهم يعني وقوم فرعون إلى آخره، هذو عتوا في الدنيا فسادا وتعدوا على عباد الله، تعدوا على الأبرياء واستعبدوهم واستولوا على كل شيء. طبعا لماذا لا يعني فالله يتدخل هنا، القوة، هذه القوة تتدخل، لابد وأن يتدخل. لماذا؟ إذا لم يتدخل الله سبحانه وتعالى ليهلك هذا الأقوام هذا، فليس هو الخالق، ليس هو صاحب الكون، يجب أن يتدخل ويهلك هؤلاء. الآن الله لا يتدخل ولا يهلك، لماذا؟ لماذا؟ لأن حجة، لأن الحجة أصبحت علينا وليست لدينا. لماذا؟ لأن الأقوام من قبل لم يكن لهم علم، عليهم آثاروا في الأرض وتقدموا، كانت حضرت، نعم، لكن ليس العلم، العقل والعلم الذي أتانا الله سبحانه وتعالى بآخر رسالة وهو القرآن، آخر رسالة. لماذا؟ لأنه رسالة العلوم، رسالة العلم. لما أعطانا رسالة العلم فانظروا مثلا لماذا خلقنا الله. فلما أراد الله أن يخلقنا قال للملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة لا تعني أننا نخلف الله في الأرض، خليفة هي شيء آخر، خليفة خلقه، يعني خليفة الخلق، يجب أن يكون خلق في الأرض، فنحن خليفة الخلق الله، يعني لكي نبين خلق الله في الكون، هذا الخلق يظهر فينا. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. ماذا قال الله؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. بماذا فسرها هذو القدماء؟ قدماء المفسرين فسروها بأن هذه لما قال الله إني أعلم ما لا تعلمون استثنى الأنبياء والعلماء واستثنى هذا، لا، ليس صحيح، ليس صحيح، استثنى كل الذين سيرقون بعقولهم في الكون ليكونوا أقوى من الجن ومن الملائكة، لأن الذي اخترع الآن الحاسوب والذي استعمل الرياضيات والديجيتال نيميريكال فهذا هو الذي تكلم عنه الله سبحانه وتعالى، الذي تحدى به الملائكة، قال إني أعلم ما لا تعلمون. دليل على ذلك وعلم آدم الأسماء، دليل على ذلك العلم. ولذلك هنا العلم هو الذي خص به الله الإنسان، العلم شيء مهم، وبهذا العلم سنصل إلى الله، سنصل إلى العلة الكبرى اللي هو الله، بالعلم نصل إلى العلة الكبرى، إذا استخدمنا العقل وإذا استخدمنا العلم نصل إلى العلة الكبرى التي سنتكلم عنه إن شاء الله في قوة العقل، قوة العقل لخرق هذا الحجاب بيننا وبين الله، لنرى الله هكذا، علي لم نراه هكذا يعني وجوديا، لكن نرى الله يعني بصورة بحدسنا وبوجداننا نرى الله. إذا خرقت هذا الحجاب الجهل، حجاب الذي يحجبك عن الله هو حجاب الجهل، يعني بالعلم إذا درست الكون وتعمقت في دراسات الكون ستصل إلى الله. لما تنظر إلى الكون لا يمكن أن تتصوره، ولذلك هذه العقول المسطحة الذين يتصورون الكون هو الأرض، طبسي هو الأرض صحن، وأن القبة السماء تتصل بالأرض وإحنا ساكنين في هذه القبة لا يوجد في الكون، هذه عقول محدودة مسطحة، عقول النمل وليس عقول الدجاج، هؤلاء لا يقدرون على تصور الكون كما هو، مجرد التبانة فيها مليارات الكواكب، ثم هذه النجوم التي تظهر لنا، نحن نجوم، هذه مليارات السنين ضوئية لكي نصل إليها، ثم المجرات الأخرى، ثم في الأخير لماذا خلقنا الله؟ هل نحن الوحيدين المخلوقين في الكون؟ الكون ليس الأرض، اليونيفيرس، هل نحن المخلوقات الوحيدة الموجودة في الكون؟ هناك الملائكة والجن،
لكن من يدري، هذه في مجرتنا، في مجرات التبانة، يعني المجموعة الشمسية، موجود الإنسان وموجود كذلك الملائكة والجن. بعض العلماء يقولوا أن هناك مخلوقات أخرى لا نراها، ممكن، لكن هل الكون فارغ؟ هل الكون ليس فيه خلق؟ الكواكب الأخرى، ويعني والمجرات الأخرى، ليس الكواكب، المجرات الأخرى، هل ليس فيها خلق؟ لا نعلم عنها شيئا. لماذا خلقنا الله في الكون؟ خلقنا نحن في الأرض، وربما خلق أشياء في، يعني في كواكب أخرى أو في أكوان أخرى، خلق الله أشياء أخرى هذه. فهذا السؤال، ولماذا خلقنا الله، ولماذا لا يخلقنا؟ لماذا لا يخلقونا؟ فلماذا أنت صنعت السيارة؟ لأنك وجدت كل شيء، ولأن استخدمت عقلك، ولأنك ارتقيت بعقلك لتصنع السيارة. الله كذلك ارتقى بقوته، وبعظمته وبقدرته، خلق الكون، خلق الأرض وزينه، وخلق كل شيء، كل ما يحتاجه، حتى الدواء في الأرض، حتى الدواء للأمراض خلق الله في الأرض. لكن بالعلم يجب أن نصل إليه، يجب أن نصل إليه بالعلم. نحن لا ندرس الدواء الذي خلقه الله، نحن ندرس الدواء الذي صنعه الإنسان. لو درسنا الدواء الذي خلقه الله لكنا وجدنا بالعلم طبعا هذه. فلماذا خلقنا الله، ولماذا لا يخلقنا؟ لماذا لا يخلقنا؟ ثم لا يخرج يقول لماذا نتعذب؟ نعم، لماذا لا تتعذب؟ لماذا لا يمكن أن تعيش حياة كلها ضحك؟ يجب أن تبكي. لا يمكن أن تعيش بالبكاء، يجب أن تضحك. لا يمكن أن تعيش بالحزن، لا، يجب أن تفرح. لا يمكن أن تعيش بالجهل، لا، يجب أن تتعلم. لا يمكن أن تعيش نائما دائما، لا، يجب أن تصحى وتتحرك. لماذا لا يخلقنا الله؟ لماذا لا يخلقنا؟ وإذا خلقنا لماذا نتعذب، ولماذا لا نتعذب؟ لماذا؟ لتكون الحياة عندها طعم، لكي نعيش في هذه الحياة. نعم ألم، نعم، لكن حتى في الألم سعادة، بعض أنواع الألم، ليس كل الألم. ثم هذا الألم ليس لكل، بعض الألم لدى بعض الناس. ثم أن كل شيء مسجل في الأخير هذه. وهذا الألم هذا هو من خطأ الإنسان. لما تشرب ماء ملوث وتصاب بحمى التايفويد، هذا خطأ الإنسان، هو جهل وخطأ في نفس الوقت. نعم، لأنك تجهل أشياء. ثم هذا الشخص لما يسقط مثلا من فوق جبل، أو لما يغرق في نهر أو في البحر، هذا من خطأه هو. هذا من خطأه، لم يتصرف صح، لأنه لم يستخدم العقل، أو لم يضبط استخدام العقل، أو لم يقدر، يعني حساب دقيق، يعني في حياته. ولما لا يقدر الإنسان الحسيب الحساب ويتهور، فيكون هناك يعني فلتة بسيطة تكون خطأ، ثم يتألم، أكيد يتألم هذه. فيعني عموما موضوع هكذا، ما أنا قلت نحاول يعني أن نجيب على هذا، هذا الموضوع. ولاحظوا يعني الفلسفة ماذا تقول، لاحظوا كذلك القرآن يعني ماذا يقول. ولذلك الناس الذي يقولون الله كان لماذا خلقنا وهو يعلم أننا سنكون كفار، لا، يعلم أنك ستكون كافر، لكن لم يتدخل لكي تكون كافر، تركك لإرادتك وعقلك لكي تكون كافر. يعلم أنك تكون كافر، نعم، ولكن لم يتدخل وليجعلك كافر. وخلقك ثم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، يعني سيكون منكم مؤمن وسيكون منكم كافر، هكذا نفهم، يعني نفهم الآية، وهكذا نفهم السياق القرآني. لازلنا يعني في البداية، ولازلنا فقط يعني ندردش يعني في الفلسفة، لكن لما ندرس الآلة وندرس المادة والهيولة، كيف خلق الكون، وكان الكون يجب أن يخلق، وهذا الكون، الناس الذين يقولون أنه خلق من عدم لا يمكن، هذا الكون أزلي، هناك من يرفض أزلية الكون، هذا الكون لن ينتهي، أزلي في بدايته في نهايته. ثم أن العلة خارج الزمان والمكان، العلة الكبرى خارج الزمان والمكان، يعني طبعا خارج الزمان والمكان. ثم سنرى يعني لماذا خارج الزمان والمكان، لأن العلة الكبرى مكانها الكون، يعني ليس لها مكان معين، هي لا تسكن في قارة، العلة الكبرى الله سبحانه وتعالى، هو خارج المكان الذي نتكلم عنه، وهو خارج الزمان، وأن ليس له بداية وليس له نهاية، فهو يعني خارج الزمان. ثم سنرى أن هذه الروح، قلنا النفس، الله سبحانه وتعالى نفخ الروح في الإنسان، فالروح أزلية، نعم، لماذا؟ لأنها أتت من الأزل، أتت من العلة الكبرى.
النفس نعم نفخ الروح علي الروح هي علوم، هي علوم، هي وحي الذي يتلقاها الإنسان. فالروح لا زلنا نتكلم عن الناس لا يريدون أن يفهموا الروح، يقول لك خرجت روحه يا سيدي، ما خرجتش روحه، خرجت نفسه الله يهديك. الروح هي وحي، هي علم، يعني كيف يصلنا الله وحده يعلم، وهو اتصال العقل يعني العاقل، اتصال القوة العاقلة بهذه القوة الحسية، القوة الدنيوية. فالله سبحانه وتعالى يقول يعني وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله علمه كيف؟ علمه بالروح. ثم يقول وفوق كل ذي علم عليم، نرفع من نشاء درجات وفوق كل ذي علم عليم. نعم، لأن الروح هذا القدر ديال العلم الذي يؤتيه الله الناس ليس نفس الشيء، يعني كل واحد. ولذلك الفلاسفة اختلفوا، هل الروح نفسها؟ لا، ليست نفسها، ليست نفس الروح عند كل الناس، لا ليس صحيح، ليست النفسية هي عند جميع الناس، لا ليس صحيح. وحتى أنهم تكلموا عن الكل من الجزء، هل النفس جزء أتى من الكل؟ وحتى أنهم استدلوا بأن الماء، هل الماء الآن يجزأ؟ لا يجزأ. فإذا أخذت يعني مثلا إناء من الماء، أنك لم تقسمه، لم تجزئ، فهو ماء، هذا النهر ماء، وهذا اللي أتيت به أنت ماء، لا وماء في الأخير. فثم لاحظوا كذلك هذا الوحي، لكي تفهموا الوحي جيد، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتنا من شجر ما يعرشون. أوحى ربك إلى النحل، هذه أوامر علمية عبر الروح، هذه تأتي إلى النحل، يأتيها الله. ثم سيدنا سليمان لما حكم داود على هذا القوم اللي نفشت غنمهم في زرع قوم آخرين، لكن سليمان يعني حكم حكم آخر، هنا العقل يتفاوت، ليس عقل داود هو عقل سليمان. داود حكم حكم سليمان، لماذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول ففهمناها سليمان، بمعنى ماذا تفهمون؟ ففهمناها سليمان وإنه لذو علم لما علمناه. وكيقول على سيدنا داود وعلمناه صنعة لبوس، يعني وسيدنا نوح وأوحينا إلى نوح أن اصنع الفلك بأعيننا، لأن الله يتدخل، يتدخل عبر الروح، عبر الوحي، وهذا الوحي دائما يكون عبر الروح. هذه القسط من العلم الذي يصل إلى الإنسان مباشرة من الله. هذه الفلاسفة تكلمون عن هذا العقل وهو جوهر بسيط يأتي من العقل، هذا يأتي يعني من هذه من العالم العاقل إلى العالم الحسي، تنقل، وهي النفس عليه يتكلمون عن النفس والروح. ثم هذه النفس دائما تواقة، تعيد، تحب أن تعود، تريد أن ترجع إلى من أين أتت، وهي تريد أن تخرج من الجسم في أقرب وقت، وهي تتضيق من أي شيء، لما تكون مريض، لما تتألم، لما تحزن، هذه النفس تضيق، يعني تريد أن تخرج وترجع إلى من حيث أتت، دائما تريد أن تعود، هذه النفس دائما تحاول أن تعود وأن ترجع. فهذا السؤال محاولة إجابة، ولكن معلومات الإجابة وكيف نتناول السؤال في الفلسفة. فالفلاسفة لا يخشون الأسئلة، بالعكس، وهذا السؤال لا يطرح على الفلاسفة، هذا السؤال يطرح على الكلامي. لماذا؟ لأننا قلت بأنه إحراج وبأنه سؤال تعجيزي، لأنهم لا يستخدمون العقل. هذا مثل السؤال اللي سمعته في الميديا حول دلائل النبوة، لماذا؟ لأن السؤال مباشرة لهذا الشخص، لأنه من المستحيل أن يجيب عليه، من المستحيل أن يجيب على دلائل النبوة. لماذا؟ لأن دلائل النبوة، سألوا ابن رشد عن دلائل النبوة، الإجابة كان في كتاب، إذا قرأتم جواب ابن رشد تقريبا كتاب، لأنه فصل في دلائل النبوة، هل السائل يعترف بوجود الله أم لا يعترف بوجود الله؟ يعني السائل من هو؟ ما تجيب شخص يؤمن بالله ستجيبه بسهولة، أما تجيب شخص لا يعترف بوجود الله هو من حقه ما تدخلش فيه، فيجب أن تقنعه كذلك، أن تقنعه كذلك. يقول أنا يعني باش عرفت أنا كيف أدري بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي؟ كيف أدري؟ من قال لي هذا؟ مش تقعد تقول لي لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تسأل وأن الصحابة رضي الله عنهم النبي رسول، لا 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 لا، يجب أن تثبت له ماديا بالاستدلال وبالبرهان، هل هو نبي نعم أم لا، وليس كلام فارغ، يعني كلام الكهنوت. ف
فهناك أسئلة تطرح وسنحاول ما أمكن. هذا السؤال أنا رأيت واحد طرحه على الفيسبوك والأجوبة كلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ملحد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ملحد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ملحد، أعوذ بالله. يا سيدي ملحد هذا شغله، نحن في الدارجة كنقولوا ما غاديش تنعس معه في قبره، لن تنام معه في قبره، لكن علين هو سيحاسب، لكن أن تحترمه. ويقول لك أنا ملحد، نعم هذا الملحد له الحق في السؤال، نعم يسأل بأي حق تتجرأني وتمنعه من السؤال، لا تمنعه من السؤال، يجب أن تكون قوي لتجيب عن سؤاله وتقنعه فقط لأنه سأل. ثم يعني ليس لك من الحق أن تقول بأن هذا ملحد ويجب أن لا يسأل. لماذا لا يسأل؟ لماذا لا يسأل؟ إحنا يعني الآن فهمتم لماذا منعوا الفلسفة، ولماذا زندقوا الفلسفة، ولماذا كفروا الفلسفة، ولماذا أحرقوا الكتب، ولماذا منعوا تدريس الفلسفة منذ أن أحرقوا كتب ابن رشد. لأن الفلسفة تحرك العقل، ولأن هؤلاء لا يقدرون على الفلسفة، لأن عقولهم عقيمة دجاج بطاطس. يعني هذا الفلسفة تحرك العقل، السؤال يحرك العقل، كل الناس يفكرون ولماذا خلقنا الله، نعم ولماذا لا يخلقنا الله، كل شيء موجود، وهيأ لك الجو فيه الأكسجين، وهيأ لك المياه، وهيأ لك ما تأكله، حتى الدواء، الأشياء التي زين بها الكون وتتمتع بها، والألوان والعصافير والحشرات والنبات والزهور والمسائل، لماذا لا يخلقك؟ لماذا لا يخلق؟ لماذا خلقني ولماذا لا يخلقك؟ يعني هذا شيء مهم جدا إن شاء الله. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله.